حلقه جديده من برنامج حلو حادق معاكم سادي فؤاد. احنا مع بعض على الهوا ان شاء الله لمده ساعه ومستنيه مكالماتكم واسئلتكم. النهارده ان شاء الله هنعمل بانيه بالجبنه فرن وهيبقى هيتقدم معاه صوص احمر، وتاني وصفه هيبقى ايس كريم المانجا وهتكلم عليها اكتر لان احنا موسم المانجا ابتدى او خلاص قرب ينتهي معانا، فازاي ان احنا نستغل المانجا ونفرزنها ونقدر نعمل منها كمان، نلحق اليومين دول لسه الجو حر نقدر نعمل منه ايس كريم فظيع خيالي مش عايزه اقول لكم. طيب انا معايا دلوقتي صدور فراخ متقطعه بانيه، هيبقى معايا بقسماط وهيبقى معايا جبنه بارميجان. للي ما عندوش جبنه بارميجان ممكن يستخدم جبنه رومي بس ما تكونش حادقه قوي او طعمها ما يبقاش طاغي، ما تبقاش قديمه قوي. معانا كمان للتتبيله بودره بصل، بودره ثوم، وبودره بابريكا الحلو مش الحار، اللي عايز حار ممكن طبعا، ومعانا بياض بيض. كل اللي احنا هنعمله اول حاجه هنظبط احنا طبعا التوابل، التتبيله لو احنا عايزين نتبلها عندنا وقت بنتبل الفراخ نسيبها في التلاجة شويه، لو احنا ما عندناش وقت بنتبل ايه؟ بنتبل البقسماط علشان تبقى المواضيع اسرع معانا. انا بس هستخدم حاجه اكبر احسن. نحط فيها البقسماط وهحط فيها الجبنه، بس قبل ما احط الجبنه نحط التوابل وممكن في نفس الوقت طبعا نتبل برضو الفراخ، بس لازم ندخلها في الايه، في التغليفه بتاعه البقسماط علشان دي الطريقه السريعه، يبقى شويه هنا وشويه هنا. لكن لو تبلناها من الاول في الثلاجه مش هنحتاج نعمل الحركه دي ان احنا نحطها جوه البقسماط. هنحط البابريكا الحمراء بتدي لون جميل جدا 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 مع البقسماط، بس كده. ده هنخلطه كويس قوي قبل ما احط الجبنه، واحط بقى معاهم زيت عافيه. زي ما اتفقنا احنا بنتحكم في كم الدهون اللي مدخلها احسن كتير جدا من ان احنا نحمر في زيت، لكن لازم ندخل فيها علشان لو ما دخلناش فيها هتتحول هتبقى معانا عامله زي البقسماط اللي متبدر، يعني عامله زي البانيه نفسه بيبقى عامل زي البودره كده عليه، يعني ما بيبقاش طعمه في قرمشه. فاحنا لازم نحط ونحوله يبقى زي الايه، رمل البحر المندي زي ما بنعمل ارضيه التشيز كيك مثلا، نفس الملمس. فكل حاجه بصوا في لسه الكلاكيه بتاعت الزيت دي بنفكها، واحسن حاجه بنفكها بالايد. وبعد كده هندخل الايه، الجبنه فيها بعد ما نكون ظبطنا القوام، هتدينا طعم حلو جدا في الفرن، تنويعه واختلاف ونكهه مختلفه. شايفين عامله ازاي اهو؟ ابتدت ايه تاخد القوام اللي انا عايزاه، نمسكه كده يقفل معانا زي ايه، ياخد شكل زي رمل البحر المندي، وبعدين ايه نقدر نفكه تاني. المندي عز. طيب خلاص دي كده جاهزه معانا، نحط بقى فيها الجبنه. انا هسيب شويه بس للواجهه اهو، بتدي بقى نكهه زي ما بقول حلوه قوي. هنحط بقى هنا بياض البيض. بياض البيض ليه بقى؟ مش حاطه ليه انا بيضه كامله؟ علشان اولا بالذات في البانيه الصفار بيدي شوية زفارة، تاني حاجة البياض البيض بيخلي الحاجة مقرمشة أكتر، فيها قرمشة. هنحط بس كمان ملح، ملح هنا وفلفل، وهستناكوا بعد ما ترجعولي من الفاصل. اهلا بيكم بعد الفاصل، وانا ابتديت اهو اعمل البانيه. بنعمله ازاي؟ بنحط البانيه جوه بياض البيض، زي ما قلنا بياض البيض بيساعد على انه ما ايه يقرمش معانا، ما يبقاش طري، حتى مع الفيليه السمك بيفرق كتير جدا.
وبحطه بعد كده في البقسماط. انا واحده اهي حطيتها قبل، طلعها، وايد بشتغل في الحاجه المبلوله وايد في الحاجه ايه الناشفه عشان ما يلزقش معانا حاجه. بس اهو بالايد التانيه بروح ايه مغطيه. هفكركم احنا التوابل كانت ايه. احنا طبعا معانا الفراخ، صدور فراخ متقطعه بانيه، حطينا بقى في البقسماط نفسه جبنه تكون مفرومه سواء بارميجان او جبنه رومي، بس ما تكونش حاجه يعني طاغيه قوي في الطعم، ميبقاش في الاخر بناكل بانيه طعمه جبنه رومي، فهو مجرد حاجه اضافه بتدي طعم حلو. وايه وهندخلها الفرن. وعملنا البقسماط بالزيت، عملناه بزيت عافيه لغايه ما بقى القوام اللي هو زي ما احنا شايفين المندي ده. معانا جيهان، اهلا وسهلا جيهان. يا جيهان. الو، ازيك يا جيهان؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. اتفرجي على حلو حادق. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. قولي لي عندك سؤال. قولي، اتفضلي. انا عاوزه طريقه السويس رول. طريقه السويس رول؟ حاضر، شكرا على المكالمه. هنزلهولك حالا دلوقتي. شكرا يا هبه. عشان امبارح برضو كان جه سؤال عن الجاتو واحنا قلنا هنقوله بطريقه السويس رول. كان في مدام برضو اتكلمت امبارح وقالت لي انها مش قادره تخس وان كان عندها مشكله الغده، وكنت حاجه بقى في السؤال ما كنتش سمعتها في الاعاده. تعرفين الاعاده بتاعتي الساعه 8 والساعه 7:30 الصبح. المهم يعني سمعت السؤال، كانت بتقول بقى ايه، كانت بتقول انها بتاخد ادويه ضد الاكتئاب. دواء ضد الاكتئاب او ادويه ضد الاكتئاب بتجوع، نخلي بالنا قوي قوي قوي، بتجوع، بتفتح الشهيه، فدي نقطه انا ما خدتش بالي منها امبارح. السويس رول دلوقتي على الشاشه، السويس رول الفاخر ده من احلى الوصفات وسهله وجميله جدا. بنفصل البياض عن الصفار وبعد كده بنضرب البياض لوحده في بوله نظيفه ويكون مضرب نظيف مش مطرحه اي حاجه، وبنضرب الصفار لوحده مع السكر، وبعد كده بنحط لغايه ما يبقى قوام المايونيز، والبياض طبعا بيبقى قوام فومي جدا. وبعد كده بنخلط الصفار على البياض وبنحط عليه الزيت والدقيق، خلاص بنفرده بعد كده على ورقة زبدة وبندخله الفرن على 180 درجة. طبعا بنحط الفانيليا ورشة الملح والكلام ده كله مهم جدا. للي عايز يضرب البيض كامل زي ما هو مع السكر ممكن، لكن خلي بالنا قوي لازم ياخد قوام هش. بنقعد تقريبا نضرب حوالي 10 دقايق، فبتاخد وقت اطول كتير جدا من لو احنا فصلنا البيض. بندخل ده بقى كده الفرن على حوالي 200-220. طيب بعد ما نطلع السويس رول ايه اللي بيحصل بقى؟ بنغطيه، مش بنحتاج نلفه خالص، الوصفة بتاعتي مش بنحتاج نلفها. بعد كده بنبتدي بقى ايه لما تبرد نحشيها ونلفها وندخلها التلاجة. بس كده نعمل بقى الصلصة الحمراء اللي هي هتبقى هتحط تحت البانيه وطعمها حلو قوي برضو. معانا بقى هقول لكم المقادير دلوقتي. طب معانا سلوى. يا سلوى، خير مدام سالي. اهلا وسهلا، زي حضرتك؟ الحمد لله تمام. كنت عايزه اسال حضرتك، هل غسل الخضروات مثلا الطماطم الخيار اي نوع من انواع الخضروات ده صح بالميه بس، ولا بالميه ومثلا بريل او صابون يعني اللي هو الصابون السائل ده او حاجه كده، ولا ده مش صحي نهائي؟ لا، بالميه بس، بالميه بس كويس وتتنشف كويس. في سؤال ثاني؟ طيب ماشي، انا متشكره جدا. شكرا شكرا شكرا. طبعا اهم حاجه في الخضار، وده سؤال حلو جدا، طبعا مهم جدا غسله، لكن مش بالصابون ولا كل ده، هو ميه كويس قوي. لكن اهم حاجه في الخضار ان احنا نشتريه من مصدر كويس، يعني ما يبقاش مرشوش، لان مهما غسلناه وهو مرشوش هو مرشوش خلاص، الرش ده ما بيروحش بالغسيل.
فنشتري الحاجات اللي هي بتبقى بايو، اللي هي بتبقى اورجانيك، اللي هي بتبقى بتتزرع بطريقه معينه مش بتترش. دي هايله، دي نثق فيها ونشتريها وناكلها بقشرتها. لكن الحاجات التانيه اللي هي ما بتبقاش اورجانيك هي دي اللي بنخاف منها مهما غسلناها. فالخوف كله في الايه؟ في الحاجات المرشوشه. انا حطيت معلقه زيت عافيه، حطيت معلقه ثوم مفروم، هحط عليها بقى بس نديها بس تشويحه شويه، وهحط عليها 3 كوبايات طماطم معصوره، وهنحط بعد كده انصاص الطماطم، دي هتبقى في الاخر كده وشويه للزينه، وهنحط الزعتر المفروم، ومعايا شويه الجبنه اللي هم من الاول مفرومين، ومعايا زيت زيتون هحطهم برده. خلاص بس استنى شويه بس الطاسه تسخن. جالي بقى سؤال من سولي باسم، بتقول بسأل عن الرجيم القلوي بالنسبة لشخص عنده زيادة في نسبة الأحماض القلوية وعنده زيادة في الوزن، يعمل إيه في الأكل أو إيه الأكل المحبذ؟ طيب أنا هشرح الأول يعني إيه الرجيم القلوي أو اللي عنده مشاكل في الموضوع ده. ده اسمه pH في الجسم، ده بيبقى اللي هو البيت الحمضي والقلوي. احنا لما بناكل لحوم كتير او لما بناكل فاست فود كتير، بنشرب ميه قليل، الكلام ده كله بيرفع عندنا حاجه اسمها الحمضيات عن القلوي. فلما في المفروض بيبقى في توازن في الجسم ما بين الحمضي والقلوي فبيظبط الجسم. لما الحمضيات بتعلى بتعمل بقى تعب، خمول، وتلاقي ناس كتيره جدا عندها مشاكل دي ما بتبقاش عارفه، تعب، خمول، ارهاق، تبتدي اعراض كتيره من الامراض تظهر منها الصداع طبعا، الكلام ده كله. طيب ازاي نعدل دي بقى، نرجعها تاني ازاي تبقى كده؟ وطبعا من اساس المشاكل دي برضو ان الواحد ما بيخسش بسهوله، فازاي نخلي ده يتظبط يبقى كده؟ بان احنا نشرب كفايه على مدار اليوم ميه، كوبايه كل ساعه ساعتين، عشان جسمه ما بيستوعبش اكتر من كوبايه. اللي هيشرب لتر ميه هيخش الحمام بعدها وهيبقى نزل كله. طيب ايه كمان؟ هنقلل من اكل اللحوم، بنزل بس الصلصه المعصوره او الطماطم المعصوره، ودي بقى عايزاه تغلي غلوه حلوه على النار علشان تبتدي طعمها يبقى حلو ما يبقاش طعمها ني، فمهم جدا انها تغلي، تاخد وقتها في الغليان كده. وبعد كده هحط انصاص الطماطم، دي شكل بس، والزعتر وزيت الزيتون في الاخر. طيب ايه كمان؟ هنقلل من اللحوم الحمراء خلاص. وهنعمل ايه كمان؟ هنبتدي ناكل خضار كتير وفاكهه. الخضار والفاكهه من الحاجات المهمه جدا جدا علشان الجسم يبقى فيه قلويات اكتر. للي عايز يدور في الموضوع ده او يفهمه اكتر شويه، يدور على النت، يكتب بيت الحمضيات والقلويات، ويكتب ايه الاكلات اللي هي بتعلي الحمضيات وايه الاكلات اللي بتعلي القلويات. هنلاقي الخضار على طول بيعلي القلويات، والفاكهه واللحوم هي اللي بتعلي الحمضيات. ده بقى بيساعد كمان لما نعمل ديتوكس بالدنيا بتتظبط اكتر. ديتوكس اللي هو ان احنا نعمل، انا عملتها قبل كده في كذا حلقه، ان احنا نشرب مشروبات مفيده طبيعيه ما فيهاش لا كافيين ولا فيها، طبعا الكافيين برضو من الحاجات اللي بتعلي الحمضيات، والشوكولاته، فما نعليش، ما ناخدش من الحاجات اللي هي بتعلي الحمضيات زي الكافيين، السكريات، الالبان ولا اللحوم خالص في اليوم الديتوكس ده. وبنشرب حاجات كلها طبيعيه، سواء بقى عصاير معصوره، ينسون، كراويه، جنزبيل، كل الحاجات الطبيعيه دي، ليمون، كل الحاجات الطبيعيه دي. عشان كده بقول ايه في العشر نصايح، تالت يوم نحاول نشرب فيه بس، لان ده بيعمل ديتوكس، بيعمل ديتوكس وبينقي الجسم، ينقي الكبد، وبيساعد جدا على ان الجسم يعرف بعد كده يخس احسن ويشتغل احسن والدنيا تتظبط والواحد يفضل شباب وما ايه ما يعياش بسهوله ومناعته تبقى عاليه، حاجات كتيره جدا جدا. هنروح دلوقتي الفاصل ونرجع نعمل مع بعض بقى آيس كريم المانجا.
وهطلع بقى دلوقتي البانيه من الفرن لانه خلص وريحته رهيبه. الجبنه عامله شغل جامد جدا على فكره، جامد. حطها بس هنا تستهدى، وهظبط بس الصلصه. هنحط بقى الزعتر، سيب شويه للزينه. بصوا في حاجه عايزه اقول لكم عليها، الصلصه دايما بتفرق جدا لما نحط معاها معلقه سكر او معلقه عسل، والانصح بالعسل بس مش معايا دلوقتي فهنحط معلقه سكر، بس بتفرق. مش معلقه كبيره، معلقه صغيره، انا حطيت نص المعلقه دي. بتفرق جدا مع اي حاجه فيها صلصه، بتظبط الطعم جامد قوي قوي قوي. خلاص، وهنحط بقى شويه زيت الزيتون بس كده. الوصفه دي جاهزه معانا، هسيبها بس لسه شويه على النار علشان ايه، زي ما قلت الصلصه جميل فيها انها دايما تاخد وقتها كده. طيب نعمل بقى وصفه الايس كريم، تورته ايس كريم المانجا او ايس كريم المانجا. المانجا موسمها خلاص ابتدى، خلاص هو شهر 10 وبتبتدي خلاص. فرصتنا دلوقتي ان احنا ناخد المانجا وايه ونفرمها او نقطعها ونحطها في الفريزر تقعد معانا كمان 3 شهور. طيب نقدر نعمل بقى ايس كريم مانجا، طعمها بجد الايس كريم ده جامد جدا. غير ان الحلو ان برضو تورتة الايس كريم بتبهر جدا الناس في العزومات وبيطلعوا. انا يعني انا حماية فاكرة من كنت عازماهم من اسبوعين عندي في البيت، مرضاش يطلع من البيت، قال لي انا يعني لازم تدي لحماتك الوصفة قبل ما اخرج من كتر ما ايه وصفه الايس كريم بتبهرهم جدا، طعمها حلو قوي وبيتي وسهله بقى جدا. معانا في الوصفه دي هقول لكم دلوقتي المقادير. معانا علبه من ريمبو، وريمبو بصوا يعني خلوه دايما عندكم في البيت في الدولاب، بيسعف جدا جدا. هقول لكم ليه كمان هنعمل منه او انتوا تعملوا منه وصفات ايه. هنحط عليهم نص كيلو من كريمه الخفق اللباني او كريمه الخفق اللي بنشتريها من الثلاجه، نضربها تبقى مخفوقه بالشكل ده، شايفين عامله ازاي؟ مهم بس ما تخرصش منكم، لو خايفين انها تخرز منكم ومش هتعرفوا تعملوها مظبوطه كده تحطوا عليها باكو بيكنج اسمه ايه كريم شانتيه البودره علشان ما تخرصش منكم، بس الافضل طعما لو بقت من غير الباكو ده. هنحط عليها بقى من نص كيلو لكيلو مانجا تكون مفرومه، يعني لحمة المانجا كده تكون مفرومة معانا. خلاص، من نص كيلو لكيلو على حسب انتوا عايزينها طعمها كريمي ولا عايزينها مانجا قوي. بس احنا بنعمل ايه، كل القصة ان احنا بنروح خلطين كله على بعض، يعني مفيش اسهل من كده. ووصفة زي ما بقول لكم بتبهر الضيوف بشكل جامد جدا جدا. يا اما بنضرب الاول الكريمة لوحدها وبعدين بنضيف ريمبو عليها لبن محلى مكثف، او بنضرب الاثنين مع بعض لغايه ما ياخدوا القوام اللي هو الكريمي ده اللي هو المنفوخ ده. لكن نصيحتي تضربوا الاول الكريمه تطمنوا انها فعلا بقت متماسكه وحلوه زي ما وريتها لكم دلوقتي، وبعدين تضيفوا بقى ايه اللبن محلى مكثف ريمبو، وبعد كده تضيفوا بقيه المكونات. طبعا دي اساس وصفه الايس كريم وكلمنا عنها كتير، لكن ازاي الواحد بقى يحط فيها حاجات وتبقى نكهتها حلوه، هي دي بقى الفكره، الواحد يقدر يلعب في الوصفه جامد جدا جدا. طيب نقدر نعمل ايه كمان باللبن المحلى المكثف؟ انا بصراحه بيبقى دايما عندي برضو في الدولاب، لان كتير جدا الواحد بيفاجئ ان يجيله ضيوف او يفاجئ انه لازم يبقى رايح لحد ولازم يقدم حاجه. من الحاجات الحلوه قوي برضو ان الواحد يقدر يعمل بيه سواء بقى ريمبو الحليب المكثف او القشطه، القشطه برضو من ريمبو، تقدروا تخلطوها مع بعض، شويه بسكوت شويه قهوه متدوبه في ميه تتعمل تيراميسو في ثانيه، سواء بقى كواب سواء في هتعملوها مثلا في قالب تعملوه ايس كريم، برضو ايس كريم تيراميسو فظيع. انا عندي النهارده الحقيقه عزومه وهو محطوط في الفريزر، عاملاه بنفس الطريقه دي بس عاملاه بقى بالقهوه، فهصوره لكم وانزله على الانستجرام. معانا تليفون يا منال،
اهلا يا سالي، ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ حاجاتك حلوه وجميله. الله يخليكي، شكرا. انا هجرب النهارده برضو، جاي لي ضيوف زيك كده، وهجرب الايس كريم اللي انت عاملاه ده. ده لازم، وابعتي لي رايك بقى على على البيج. ان شاء الله. بقول لحضرتك ممكن تعدي لي بس تتبيل الفراخ البانيه دي؟ حاضر حاضر، هننزلها. رحت لقيتها بتعمليها في الفرن. حاضر. لا حاضر، هننزلها. شكرا قوي. شكرا. ميرسي. باي باي. باي باي. نزليها يا هبه، تتبيله سهله، هي بودره ثوم، بودره بصل، بابريكا حلوه، بس وملح وفلفل، بسيطه جدا. بنحط بقى في القالب كده اللي بقى للكراست نفسه او للبانيه نفسه، بنحط مع البانيه جبنه مبشوره، بتدي طعم هايل، سواء بقى بارميجان او بنحط جبنه اللي هي الرومي، بس ما تكونش نكهتها قويه. وللتغليف البانيه نفسه مش بحط بيض كامل، بحط بياض بيض، يا اما بتتبلي بقى التوابل اللي قلت عليها دي، بتتبلي بيها البانيه وتحطيها في التلاجة، الاول الفراخ وتحطيها في التلاجة، او لو مستعجله بتتبلي البقسماط نفسه. ده بقى بيخش الفريزر لمده حوالي ساعتين. المقادير دلوقتي على الشاشه. نجيب بقى الجاهزه، الافضل انكم تدهنوا برضو القالب، يعني الافضل ان هو يدهن علشان يفك معاكوا اسهل. هي شكلها كده فكه شويه معايا السكه. طيب انا هقدمها احسن على القالب نفسه، مش هشيلها من القالب اللي عليه. هي هشه جدا، وميزه الوصفه دي بقى ان او السر كله في الايس كريم، ان هو دايما لو ما عندناش مكنه ان هو لازم يعمل معانا، يعمل ايه، بيعمل كريستالات وبينشف. لكن الوصفه دي لو الواحد قطعها بتبقى كريمي جدا من غير ما نستخدم اي جهاز ولا اي مكنه، فهي دي الميزه. ننضف بس كده حوالين داير علشان نقدر نزينها. وبرضو انا اللي عندي في البيت ببقى حطاها في حاجه بتتفتح سواء مدوره او كده، وبقدمها على الطبق نفسه. للي عايز يقلبها ممكن يحطها على كيس، نحطها هنا بقى كده ونقدر ايه نزين حواليها. اهو نعمل بقى بالكريمه مثلا. حوالين داير، ونحط بعد كده الايه مانجا. الكريمه متماسكه جدا، فايه اهو. وانتوا تفننوا بقى تحطوا المانجا حوالين داير. هوريكم الناحيه دي بقى دلوقتي علشان ايه، عايزه الحق برضو اغرف الطبق اللي هو البانيه اهو كده. ونحط بقى من فوق شويه اشكال مثلا بالشكل ده، طبعا شرايح المانجا مهمه جدا تتحط برضو. وممكن تنوعوا حاجات تانية بقى، مش لازم بس المانجا، يعني ممكن تكسروا اللون شوية بحاجة حمر. وصفة زي ما بقول لكم زي وصفة امبارح كده، حاجة سهلة جدا ما بتاخدش وقت، مجرد ما الحاجة عندنا في البيت على طول. يعني لازم يبقى فيه كريمة، لا الناحية دي بقى لازم يبقى فيه كريمة الخفق موجودة، ولازم يبقى فيه عندنا اللبن المحلى المكثف في البيت، والقشطه. الحاجات دي الواحد يلعب بيها بسرعه قوي، يعمل بيها وصفات بسرعه جدا هايله. نبتدي بقى نغرف
ايوه. طب ما هات لي الناحيه اللي هي محطوط فيها كريمه. ما نحط بقى البانيه. نحط دي هنا كده ونحط الصلصه. هي غلت حلو جدا. ننزلها في الطبق. ونحاول ان احنا البانيه نفسه يعني مش عايزين نغطسه جواها، يبقى على الوش بقى عشان بيدي شكل احلى بكتير، بيدي شكل احلى في التقديم في على السفره، بيدي شكل جميل جدا وبيبقى مازال لسه فيها القرمشه من فوق ومن تحت واخده الطعم، فدي بتفرق. اهو حط بقى كل واحدة من دول ممكن بميلة كده. شايفين من طبق او مكونات بسيطة جدا نقدر ان احنا نعمل طبق شيك جدا جدا. نحط بقى على الوش، لازم حاجة تكسر اللون مبدئيا. الشيري توميتو دي مش لازم، بس برضو ايه بتدي شكل حلو قوي. نحطها كده في الاطراف اهو. ونحط ايه بقى، نحط اي حاجة خضرة، بس نحط الاول برضو الجبنة المبشورة على ال تكسر بس بسيط جدا في اللون، وبعدين نحط عليها. وعلى التقديم برضو هنلاقيها ساحت شوية اهو. ونحط بقى اي حاجة تكسر لون خضرة، لازم ضروري. هفكركوا احنا عملنا ايه. احنا عملنا البانيه الفرن اللي بالجبنة، وعملنا له الصوص الاحمر ده، وعملنا تورتة ايس كريم المانجا اللي ان شاء الله بجد هتعجبكم جدا وهتدعولي ان شاء الله. ولسه عايزه اعمل معاكم تورته ايس كريم التيراميسو في يوم من الايام، بس كفايه ايس كريم بقى السنه دي. بس اتمنى يا رب الوصفات تكون عجبتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله على الهوا في نفس الميعاد الساعه 3، والاعاده النهارده الساعه 8. يلا باي باي.